كل عام وأنتم بخير أيها الأعزاء الزميلات والزملاء الذين تدافعون وتدافعنا عن حق المجتمع في المعرفة والحقيقة. اليوم تعلمون أنه اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهذه فرصة أيضا لمركز حماية وحرية الصحفيين أن يجدد العهد دفاعا عن حرية الإعلام، وأن نمضي كما كنا دائما في الطريق ذاته في الدفاع عن الصحفيين، سواء على مستوى تقديم العون القانوني أو رصد وتوثيق الانتهاكات أو التطوير والاحتراف المهني. 3 أيار هو اليوم العالمي لحرية الصحافة. شهد هذا اليوم تراجع الأردن في الحريات الإعلامية، حيث كانت الأردن في العام 1994 دولة حرة جزئيا، وفي العام 2013 تحولت إلى دولة غير حرة. ما هي أسباب هذا السقوط المشين؟ هذه الوصبة العار اللي هو الخطأ الاستراتيجي اللي عملوه في قانون المطبوعات والنشر، واللي الآن في نقاش حول إلغاء موضوع الترخيص. هذا الموضوع الآن هو وصمة عار للحكومة الأردنية. ومن هو المسؤول عن هذه الجريمة المشينة؟ الجميع أعتقد بما فيها الإعلام نفسه والإعلاميين أنفسهم لم يسعوا حقيقة إلى ترجمة هذه المقولة إلى واقع وتشريع على أرض الواقع، ولذلك دائما نجد أنه في هناك تقصير من الأدوات الإعلامية، من الهيئات الإعلامية، من المؤسسات الحكومية، من البرلمان صاحب التشريع اللي يحاول مرات أن ينتقص من دور التشريع الإعلامي ووضع العراقيل في تقدم. في بعض الصحفيين أحيانا برضو غير مهيئين وغير مهنيين، هناك دخلاء على المهنة أساءوا للإعلام وأساءوا للصحافة. هل التراجع محصور فقط في الحريات الإعلامية؟ لما بدأ الربيع العربي ينحسر صار عنده أزمة داخلية، صار في خطاب طائفي وخطاب كراهية، أكيد مساحة الحريات تراجعت وانعكس تغطيته للإعلام للربيع العربي. إذا القصة قصة جدلية 100%. الأردن يخسر صورته زي ما بدينا من البداية. الآن الأردن مصنف في الدول غير المحرة، مش بالدول اللي حريتها نسبية، 155، مرتبة سيئة. بعدما كانت المملكة في المركز 144 تراجعت إلى المركز 155 عالميا، وهذا لا يعد فقط انتهاكا للحريات الإعلامية، بل يعد انتهاكا للكرامة الإنسانية ولحقوق الإنسان وللدستور الأردني.